رحله طويله هي لازم مش اول مره اسبيرونس باش نمشي لافريك ومستنسين برحلات هذوما ومستنسين بافريقيا وعندنا ماتش امبورطون ننساو الديربي توا ركزوا في ماتش نتاعنا ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب حاولوا نعملوا الماتش اللي يليق بالترجي الرياضي التونسي بصوم الترجي الرياضي التونسي باش نجموا نعملوا ماتش روتور مرتاحين ان شاء الله طبيعي الواحد الاوبجيكتيف نتاعو هذيك هي معناها يقدم يعمل رجلتا به غاديكا باش يلعب لهنا مرتاح وهو زوز شوط فما شوط غاديكا وشوط في تونس ان شاء الله ربي وفقنا ويجيبنا في السواب ان شاء الله بركي وما نقبلوش نحاولوا نعملوا كما عملنا في الماتش اللي فات نحاولوا نربحوا وما نقبلوش اهداف ان شاء الله يعني باش تكون تحذيرات عاديه معناها نكونوا معناها الناس الكل عارفين على شنو قادمين خاصه مع اون ايكيب ما نعرفوهاش ومعناها اون ايكيب تربح في بلادها زيد الكلاسمون تاعهم معناها تروازيام صحيح الشامبيونان تاعهم ماهيش قويه كيف معناها ما فماش مقارنه بينها والشامبيونان تاع تونس مي واحد لازم يكون يعطي كل واحد حقه لازم يكون حاضر كوم يلفو ان شاء الله نحسم الترشح نتاعنا ما نعرفش يعني انت وظروف اللقاء انت وشنو باش يكون اللقاء معناها شنو مي نحن بالنسبه لي نحن تستنسنا بالربح وان شاء الله باش ننتصر الامبيونس قبل الديربي ولو بعد الديربي شتوقع ديما بها معناها الناس الكل باش يكونوا حاضرين واللي يستحقوا المدرب ونحن معناها باش يكونوا حاضرين وان شاء الله الجاي خير ان شاء الله مادام تلعب في الجمعيه كبيره اسمها الترجي الرياضي التونسي ما فماش لا غولاشمون ولا فما زاده فما تكبر نحن لازم ننتصر وهذاك شنو نعرفوا